الأستاذ المنصوري، بغينا نعرفوا المشاهدين عن الجمعية المغربية لعلوم المواد وتأسيس ديالها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الجمعية ديال المغربية لعلوم المواد هي جمعية كما قلنا تأسست سنة 2019، ولكن هي في الواقع بأن الناس اللي أسسوها كانوا كيشتغلوا منذ 1983. كانت جمعية ولكن ما كانش عندها واحد الإطار مؤسساتي. كانت تنظم دوريا تقريبا كل سنتين أو ثلاث سنوات ما يسمى باللقاء بالمؤتمر المغربي والمؤتمرات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة، هي رمسيس رونكونتر سور لا شيمي دو ليتا سوليد، هكذا بالفرنسيه. وهذه المجموعه ديال الباحثين الاساتذه الباحثين هم اللي اسسوا في 2019 الجمعيه المغربيه لعلوم المواد. طيب، هذه الجمعيه شنو الهدف ديال منها؟ هو اولا نوفر واحد الفضاءات للنقاش وللتبادل ما بين الجامعيين والمقاولات القطاع الصناعي بصفة عامة حول المستجدات في مجال البحث العلمي، المستجدات العلمية والتكنولوجية والتقنية أيضا في ميدان المواد. وثانيا، يعني الهدف الثاني والمهم هو الاعتناء بطلبة الدكتوراه وبالدكاترة الجدد، حيث سنوفر لهم تكوينات سواء في مجال العلمي أو في مجال المهارات الناعمة. والمسألة الثالثة طبعا الحال هي تنظيم مؤتمرات علمية اللي عندها طابع نظري، ولكن أيضا مؤتمرات أخرى كالندوة التي ننظم اليوم تكون عندها طابع يعني تطبيقي، وكيشاركوا فيه المقاولات والصناعيين، كنعطيهم الكلمة في هذه المؤتمرات هذه أكثر من الأكاديميين، وكيوقع النقاش دائما وتبادل الخبرات والمستجدات العلمية والتكنولوجية. سي المنصوري، إذا كان تطرق لنا لبعض الورشات اللي تناولها الأول المنتدى ديال المواد والابتكار الصناعي. هذه الندوة حول المواد والابتكار الصناعي اللي كنظموا اليوم، والموضوع ديالها هو المواد المستعملة في الطاقة والنقل. الهدف منها كما هو الهدف ديال الجمعية هو أولا لقاء علمي تطبيقي استراتيجي نناقش فيه المسائل العلمية، نقدم فيه المستجدات العلمية والتكنولوجية، ولكن أيضا نناقش مسائل استراتيجية. بحال إلا لاحظتوا في البرنامج العلمي لهذه الندوة حول المواد والابتكار الصناعي، فيها عروض محاضرات يلقيها أساتذة أكاديميون، ولكن أيضا محاضرات يلقيها مهنيون والناس من الصناعة ومقاولات اللي كتهتم بمجال وميدان المواد. فهذا اللقاء هو غني جدا، حيث أن النقاش كما غادي تلاحظوا وكما تلاحظوا بأنه مهم جدا وتطبيقي وواقعي، لأن المسألة الأساسية في هذا المجال اللي احنا كنطرقوا لها في هذه الندوة هي إشكالية تسمين البحث، نتائج البحث العلمي. والنتائج هذه الإشكالية ما يمكنناش نناقشوها غير بين الجامعيين، لا بد من حضور المعنيين بالأمر أولا، لأن هذا الشيء العملية ديال التتمين تتم بين الباحثين والقطاع الصناعي،
ولا ما كانش حاضر القطاع الصناعي، فمعنى هذا ما يمكنناش نوصلوا للنتيجة. وهذا القطاع الصناعي مقاولات كبيرة في المغرب، مثلا القطاعات ولا الشركات المعنية بالمواد او القطاعات الصناعية المعنية بهذه المواد. هي احنا كما كتشوفوا مثلا المكتب الشريف الفوسفات، صناعة الفوسفات كلها مواد. المحاضرة ديال هذا الصباح هذا كانت من طرف مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكنشوف فيها يعني الخصاص الكبير. هو جاب واحد النداء بأن لابد من حضور الباحثين والخبراء من مؤسسات الجامعية في طلبات العروض قبل، لأن المواد التي يقتنيها المكتب الوطني فيها واحد المجموعة ديال لي نورم كيسموا هذوك، وهذوك كنشوفوا في الخارج دائما ملي كتدير واحد الطلب، طلب عروض، فاللجنة اللي كتكون قبل من طلب العروض، واللي كتكون في يعني ملي كتجي في لا ريسبسيون كما كنقولوا ديال المواد، هذه اللجنة دائما فيها خبراء من الجامعة كيكونوا معهم. حنا في المغرب هنا ما كاين شيء، اذا هذا فواحد سميتو خصنا نشوفوا هذه المساله هذه، لان الجامعه يمكن لها تكون هي بحال واحد المكتب دراسات كبير جدا، في واحد الخبره موجوده، ولكن الان دابا خصنا كيفاش يعني ندوزوا لواحد المرحله اخرى اللي هي ديال اللي تكون تطبيقيه وكونكري. يعني أخرى مثلا ربما السيارات، الهواتف الذكية، من المواد بصفة عامة منذ العصر الحجري والعصور كانت كتسمى بالمواد البرونزي الحجري، والآن يعني ديال الألياف، الآن احنا في عصر الألياف. إذن فدائما العصور كانت تسمى بالمواد، فمنذ العصر الحجري إلى اليوم المواد لعبت وتلعب دائما أدوار محورية هامة في تطوير المجتمعات البشرية، شيء معروف. والبحث العلمي حاليا في جانب المواد، أي بحث الآن اللي كيصرف في علوم المواد عنده تحديات كبيرة، وأهم هذه التحديات هي أولا تحسين المحصول الطاقي في صناعة المواد، يعني الكلفة هذه مهمة جدا. المسألة الثانية هي تصميم وتصنيع مواد حسب الطلب. قل لي اشنو خصك وخصبر الناس تفكر ودير تصميم وتصنع. والمسألة الثالثة هي انه ما يبقاش تصنع المواد كيف ما كان، خص تصنع مواد اللي هي صديقة للبيئة، اللي كتاخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. فهذا من بين التحديات، ومن هجل في هذا السياق هذا ديال تطور البحث العلمي، ارتئينا في الجمعية المغربية لعلوم المواد ومركز البحث الموضوعاتي حول المادة والطاقة التابع لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تنظيم هذه الندوة باش نتقاسموا ونتبادلوا الآراء والأفكار مع الجانب الصناعي. ناخذوا فكره استاذ المنصوري على الكفاءات الموجوده بالجمعيه المغربيه لعلوم المواد سواء داخل المغرب او خارج المغرب، ويمكن تذكر لنا شي نماذج من هذه الكفاءات المغربيه. الكفاءات المغربيه احنا دابا الجمعيه فيها تقريبا ما يناهز 80 استاذ باحث لحد الان، مديري مختبرات، وحتى بعض طلبه الدكاتره ايضا، والخبره اللي موجوده في جميع المجالات ديال المواد، فيما يخص المواد، فيزياء المواد، كيمياء المواد، بعد في هذا المجال هذا كنعرفوا بان كاين الان دابا مختبرات وفرق بحث كتشتغل على البطاريه اللي تستعمل في السياره مثلا الكهربائيه. كنعرفوا بان الاستاذ خليل امين مثلا
اللي هو منتوج الجامعة المغربية واللي أصبح الآن رقم واحد عالميا تقريبا. أستاذ يعني اللي دار المكانة ديالو العلمية على الصعيد العالمي، اللي هو الآن في اليابان وكان في الولايات المتحدة، وهو اللي غادي كاين الأستاذ، لأن مستقبلا إن شاء الله في السنة المقبلة غادي الجمعية ستنظم اللقاء 13 حول كيمياء الحالة الصلبة، واللي غادي يحضر له أستاذ حاصل على جائزة نوبل فيزيائي، هو أستاذ هاروش، وهو يهودي مغربي من الدار البيضاء، واللي اعطانا الموافقة ديالو إن شاء الله غادي يحضر. وكذلك الأستاذ خليل أمين، خليل أمين اللي تكلمنا عليه دابا، تهو عندنا الموافقة المبدئية باش يحضر. إذن هادو يعني علماء كبار في المجال بطبيعة الحال داخل المختبرات المغربية. هناك علماء أيضا عندهم واحد الصيت عالمي، سواء في علوم المواد، في علوم المواد مختبرات من مختلف مدن المغرب، من جامعات الدار البيضاء، مراكش، مكناس، الجديدة، واللي كما كنشوفوا بأن هذه المختبرات المغربية عندها اتفاقيات مع الصناعة، مع المجال الصناعي. وأيضا كاين جامعات محمد السادس متعددة التخصصات بن بنقرير، اللي هما تاهما عندهم واحد الإضافة، وكاين اتفاقيات ديال المختبرات مشتركة ما بين جهة الجامعة وبين الجامعات العمومية. المجال ديال المواد هو مجال اللي هو فيه واحد يعني كيعطي واحد الحيز كبير ديال الشراكة ما بين الصناعة وما بين المختبرات العلمية البحثية الجامعية، وهذا هو الهدف ديال الجامعة ديال الجمعية، فنديروا هذا الجسر يعني باش نشتغلوا جميع، لأنه لمصلحة البلاد بطبيعة الحال ومصلحة الدكاترة ديالنا، طلبة الدكاترة والدكاترة الجدد.